انا حازم خالد سوفت وير انجينير. الكورس اللي هنديه بعنوان جيكواي بوينت 1. الجيكواي ببساطه هي لايبي بتسهل علينا استخدام امكانيات الجافا سكريبت وبتخلينا نكتب كود اقل بكتير من اللي بنكتبه في الجافا سكريبت وبتهندل لنا التعامل مع اكتر من فيرجن. الجافا سكريبت مفيدة طبعا. الجافا سكريبت هي بتدينا امكانيات كتيرة جدا، يعني اي حاجة انت اكتب في الـ في الـ في الـ في البراوزر، اي حاجة ما بتفتح ويب سايت انك تقف على بوتون فالبوتون ده يسلايد منه حاجة او ان الصور تسلايد ورا بعضها بشكل معين او انك تقف على صورة واحد فيطلع تول تيب صغير مربع صغير وكده مكتوب فيه بعض المعلومات عنه وما الى ذلك، كل ده بيتم بالجافا سكريبت. الجافا سكريبت هي اللي بتقدر تعمل الحاجات دي. طيب ايه هي جي كويري؟ الجافا سكريبت ان احنا بنكتب شويه اكواد كتيره كده شويه معاها بنكتبها لاكتر من براوزر. الجي كويري بتخلينا نكتب الاكواد دي قد كده ومره واحده بس بيفهمها الانترنت اكسبلورر وفايرفوكس وغيره. هو اللي اتعلم جافا سكريبت هو محتاج الاول يكون يعرف HTML، لان ببساطه الجافا سكريبت هي بتتعامل مع الاوبجكتس اللي جوه البراوزر اللي جوه صفحه الويب اللي انت فاتحها. صفحه الويب دي فيها تاجات، فيها HTML، فيها image، فيها input، دي كلها اوبجكت في الصفحه بتاعتك انت محتاج تتعامل معاها بالجافا سكريبت. حاجه كمان، الاوبجكتس دي ليها شويه بروبرتيز زي لونها، زي مكانها فين في الصفحه، البوزيشن بتاعها ايه، الكلام ده بنهندله بسي اس اس. فانت محتاج تكون تعرف اتش تي ام ال وتعرف سي اس اس. وعلى العموم احنا هندي انتدكشن عن السي اس اس في الكورس، انتدكشن صغير.